وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الإعلام التونسي، الإعلام التونسي خرج ليها نيشان والسعاية بالطايطاي للجزائر. قال لك أسيدي كنتسناو الزيارة ديال عبد المجيد تبون باش يعطينا ديك الفلوس اللي وعدنا بها، وحنا وقفنا مع الجزائر أمام المغرب في كأس العرب وشجعنا الجزائر وهزينا الراية التونسية وسط الجماهير الجزائرية، ووقفنا مع الجزائر أمام المغرب، وحنا عارفين بأن الجزائر كتسنى منا موقف إلى جانبهم في قضية الصحراء المغربية، وحنا مع الجزائر وغادي نكونوا في صف الجزائر. واش عند بالكم بهذا الكلام هذا؟ غادي نتاثروا على المغرب زعما واقفين في جانب امريكا قوه عظمى؟ انا كانوا غير الكبرانات، لا يحرق فيكم شي عظم بجوج. ولكن اللي ضحكني بزاف واللي خلاني نعرف بان الاعلام التونسي عايش ورا الشمس، عايش في شي كوكب اخر، ما عارف شنو وقع. هو ملي قال لك راحنا باقي ما شفنا من الجزائر والو، ما كاين لا تبادل تجاري لا اقتصادي، ما عمرنا شناو جاو داروا مشاريع عندنا هنا في تونس، واش هما داروا حتى في الجزائر؟ اعطيني مشروع واحد نفذوه في الجزائر منذ ان خرجت فرنسا وخلات الكابرانات ديالها مسيرين للبلاد. اعطيني مشروع واحد داروه للشعب الجزائري. يا ودي خلي المشاريع بعيد، اعطيني غير المواد الاساسيه، المواد الضروريه للمواطن. واش كيوفروا لهم حتى المواد الغذائيه؟ خلي حتى المواد الغذائيه، حنا كنعرفوا اي دوله من الاساسيات ديالها اللي كتوفرها للشعب ديالها هو الماء والكهرباء. هاد الناس ما موفرينش لهم حتى الماء، كيطلقوه لهم مره واحده في السيمانه. وعاد السعايه ديال التوانسه كيتسناو من الجزائر تجي دير مشاريع في تونس، والشعب الجزائري من طابور الى طابور كيلو ديال البطاطا لا بغاه خصو يشد عليه الصف مع الخمسة ديال الصباح، بلا ما نهضروا على المواد الاخرى، لا من الزيت لا من الحليب لا من السميد لا من العدس اللوبيا، والقائمه طويله. نخليو هادشي كامل بعيد. عباد الله، في بلاد الغاز الناس شاده الصف على بوطه ديال الغاز، وعاد السعايه ديال التوانسه كيتسناو مشاريع تجي ديرها الجزائر للشعب التونسي. والشعب التونسي باش يعرف واحد القضيه، ما عمرو غادي يستافد من الجزائر ولو ان الجزائر كتعطي رشوه للنظام التونسي. النظام التونسي ملي كيشد ديك الرشوه راه ماشي كيمشي يديرها مشاريع اولا كيديرها شي حاجه للشعب التونسي. دوك الرشوه راه كدوز ديريكت للبنوك على الخارج، كل واحد كيدي الطرف ديالو، والشعب التونسي راه ما كيستافد حتى شي حاجه من ديك الرشاوي اللي كتجي من الجزائر. انا الاعلام التونسي والنظام التونسي كنت غاسل عليه يدي من شحال هادي، ولكن ما كنتش كنبغي نهضر عليه. علاش؟ لان كيخرجوا دوك اللي قلوبهم هشيشه كيقول لا والشعب التونسي وخاوه خاوه، اليس في القنافذ املاسه، وخير ملوك المغرب راه ما غاديش يمحيهم التاريخ. اشنو دار لكم الحسن الثاني نهار تامر عليكم القذافي مع الجزائر؟ انتم عارفين شنو دار الحسن الثاني وشنو قدم لكم وشنو قدم محمد السادس في عز الازمه ديالكم في 2011 ملي تسارى في الشوارع ديال تونس بدون بروتوكول، وكيزيد يبين بان راه عندكم الامن وعندكم الامان، وكيشجع على السياحه في تونس. وهذا هو المغرب، ديما باليد الممدوده للخير. وقوفكم بجانب الجزائر ما كيخلعناش، لانكم دوله ليس لها تاثير حتى في المنطقه، ليس لها تاثير في افريقيا، ليس لها تاثير على المستوى العالمي، دوله اضعف من الضعف. اختاريتوا خيار انكم تبقاو سعايه، غادي تبقاو سعايه عند سيادكم. نخليكم تضحكوا شويه على الاعلام التونسي وشنو قال. نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. ومفروض هو اللي قلنا اننا نتوقفوا عنده، علاش السيد عبد المجيد تبون ما اداش الزياره اللي هو شخصيا أعلن عليها التونس؟ وما أحوج تونس اليوم زيارة رئيس الجزائر، وكما قال هو بوفد حكومي ورجال أعمال هام وهام جدا، وصلنا نحكيه حتى على معناها 3000 مليار دولار يعني كمشاريع واستثمار وغيره، لكن الزيارة هذه ما تمتش، وتم الاكتفاء بإرسال رئيس الوزراء. احنا في غياب المعلومه الغالب ولينا نمارس ما يسمى بالتنجيم او العرافه السياسيه، يبدو ان الرئيس الجزائري، نقول ديما يبدو بطبيعه الحال، كان يتوقع موقف مناصر من رئيس الدوله فيما يخص الصراع مع المغرب، وخاصه بعد زياره وزير الدفاع الاسرائيلي للمغرب رفقه وفد كبير من كبار الضباط الاسرائيليين، واعتبرتها الجزائر
أعلان حرب واضح وصريح عليها. علاش نقولوا الكلام هذا؟ لأنه الإخوة في الجزائر يتذكروا أن السيد رئيس الجمهورية بعد ما رجع من مصر أعطى تصريح شهير قال أنا أساند كل قرارات يتخذها السيد عبد الفتاح السيسي في سياسته الخارجية. فالجزائر تقول له إذا أنت مع مصر معناها عندك مساندة تامة كل قرارات الخارجية اللي تتخذها مصر والخارجية والدبلوماسية المصرية دون حتى أنك تعرف محتواها، فنحن كجيران ربما أولى بهذا الإسناد اللي تحتاجه اليوم الجزائر، لأنه نعرفه فما حصار كبير يتمارس اليوم على الجزائر خاصة من قبل الكتل الدول المطبعة مع إسرائيل ومن عدة قوى غربية أمريكية على أوروبية على غيره. ربما كانت الجزائر تتوقع مساندة تونسية صريحة وواضحة مثل ما حصل مع مصر في أزمتها مع أثيوبيا حول سد النهضة وغيرها. تمشي شوية في القراءة هذه منظر؟ أنا كيني فكر أنه كيف أنا الحقيقة اتفق معك تمام الاتفاق، بالرغم أنه تونس والرئيس التونسي معناتها في مجلس الأمن الدولي معناتها تونس كانت موقفها في الأخير حسب على أنه موقف مساند للجزائر، لكن ما كانش بنفس لكن حسب شوي لكن هذاك شوي لأن الدول تطلب برشا لي غورمون. أختي تبدأ أنت علاقتك معناها جارك وأنت مستحق في أزمة معناها مالية وما لقيت حتى حد. اليوم الجزائر تطرح نفسها كتقريبا المنقذ الوحيد لتونس معناها، وشفنا حتى كي جاك رئيس وزراء يعني البلاد الوحيدة اللي قاعدة تكسر في الطوق نتاع الحصار خلينا نقوله السياسي وايضا والاخطر الحصار الاقتصادي، لانه كي ما يجيكش مدد لا من الاصدقاء ولا من الاشقاء ولا من المانحين الدوليين، هنا احنا نحكوا على حصار اقتصادي غير معلن. شو نقول لك؟ احنا الحقيقه المشكله عندنا احنا دودون في مشكلتنا احنا ثم ارتباك وثم تخبط كبير في الاداء الدبلوماسيه والسياسه الخارجيه نتاعنا، الى درجه كان عدنان توا يحكي على ان وزير الخارجيه ابسون في زيارتين يتقدروا انه مهمين، رئيس دوله الفلسطينيه والوزير الاول الجزائري، معناتها فهو معناتها حتى يبدو حتى حضور الاخير ما حضرش في المجلس الامن القومي، ما ريتش تصويرته انا ابراهيم، ما حضرش اي معناتها نقولوا ديما كما قال لطفي احنا المعلوم حتى التصويره لها فلوس. المفيد تخبط كبير وغياب كبير لأداء لدبلوماسية واضحة ولعلاقات دبلوماسية واضحة. تونس ما كانش لها موقف واضح ومساند للجزائر، والجزائر تحب أكثر لأن الجزائر في حد ذاتها هي في مخنوقة وتحب على موقف مساند لها وكل شيء. معناتها أنا نحب في العلاقة ما بيننا وبين الجزائر علاقة مهمة جدا ولطفي يلزمنا ننتبه لها. احنا الحقيقة كتوانسة احنا رانا نساند الجزائر، وانا واحد من الناس تربيت في قريه على الحدود معناتها كاني جزيري، لكن الحقيقه ما نحبش العلاقه نتاعنا نتاع الجزائر تكون كما العلاقه ما بين سوريا ولبنان، ما نحبهاش، وما نحبهاش تكون تونس الساحل الجزائري. احنا تونس عندنا مصالحنا ندافعوا عليها، وعندنا معناتها مصالح شعبنا ومصالح الدوله التونسيه ندافعوا عليها، معناتها وهي الاولويه المطلقه لها. يعني تقول انت لا للوسايا. هاني قلت لك انا كي اعطيت مثال واضح والناس اللي يسمعوا فينا يقدروا. شوف ابراهيم نجيك انت لهنا، تو احنا نحكوا على علاقتنا بالجزائر وعلاقتنا بالجزائر، كي نذكروا نلقاو لاخر اجتماع معناها اللجنه الوزاريه المشتركه، تعرف وقتاش يرجع؟ هي الدورة 22 ترجع سيدي لمارس 2017، وقتها تعملت يمكن 10 ولا 15 لجنة، لجنة الصيد البحري، لجنة المبادلات التجارية، لجنة المناطق الحدودية، لجنة الغابات، الصناعة التقليدية، السياحة، النقل البري، التعليم العالي، التكوين المهني، الحماية المدنية. ومن وقتها بطبيعة الحال اللي جانا ذي دخلت في سبات عميق يا راجل. تعرفش أنا اللجنة الوحيدة اللي خدمت هي لا يا سيد هي لجنة البريد، وتعرف شنو مخرجات اللجنة هذه اللي اشتغلت معناها أعوام وأشهر وها باش يظهر معناها تريبيانتو؟ اتفقوا على باش يعملوا تمبري على فيه واد مجردة بصيفته معناها الواد اللي يجمع بين البلدين، هذه مش تمخض جبل فولد فأرا، هذا تمخضت الدولتين فولدتا
تمبري طابع بريدي هنا نستنوا فيه باش يخرج باش تشوف معناها صراحة العلاقة بين تونس والجزائر يعني بعيد ياسر على المأمول. ربما اللي شفناها البارح في استاد في قطر وك الصورة الحلوة بين معناها جمهورنا وجمهور الجزائري وهم هزين العلم الجزائري والعلم التونسي ربما ملخص لحقيقة المشاعر اللي هي بين الشعبين. لكن على المستوى السياسي والاقتصادي والتعاون ما كثرنا وما زعمنا في اللجان لكن الصحيح يجيبوا ربي. شوف خلينا فما فرق رو ما بين العلاقة بين تونس ومصر وما بين تونس والجزائر. فما علاقة زاد فرق ما بين التصريح اللي أدى به السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بسد النهضة ومساندة مطلقة يعني لعبد الفتاح السيسي وبالتالي الدبلوماسية المصرية. لهنا مع المغرب والجزائر المسألة تفرق كبير وكبير جدا لأن علاقاتنا زادة أيضا مع الأشقاء في المغرب مع المغرب كدولة ولا حتى كشعب راهي زادة علاقات متطورة وعلاقات حتى تاريخية نفس العلاقات بطبيعة الحال متطورة وتاريخية زادة أيضا مع الجزائر. والقضية متاع الصحراء اللي انطلقت منذ سنة 1976 الموقف متاع تونسي كان دائما ثابت هو الحياد الإيجابي وسعتر في البداية وقت نتذكر حتى في عهد الرئيس الراحل حبيب بورقيبة كون تونس باش تدخل لرأب الصدع بين البلدين ولكن لم تتوصل لهنا. من الجمش أنا في اعتقادي وهذا رأيي المتواضع لست مختص في الشأن الدبلوماسي أن تونس تاخذ موقف مساندة مطلقة للجزائر فيما يتعلق بالشيء اللي صار بالتطبيع بين المغرب والجزائر بين المغرب عفوا وإسرائيل. فهمتني؟ نرجع أنا ونقول زاد فما نقطة أخرى هامة وهامة جدا فيما يتعلق بالشيء اللي كنت أحكي عليه. تذكر يا لطفي وإحنا أولاد الجهة أنه فما رو من بين الحاجات اللي الاستثمارات اللي صارت بين البلدين أنه صار فما معمل يسمى معمل الساكمون في المحركات في ساقية سيدي يوسف المحركات معناتها هو ما هي معناتها شركة تونسية جزائرية كانت باش تصدر يعني المحركات للجزائر ولكن الشركة هذه أغلقت وكان زاد حديث في وقت ما كانوا باش يكون منطقة متاع التبادل الحر في ساقية سيدي يوسف ونعرفوا الرمزية متاع ساقية سيدي يوسف من ما فيفري 1958 ولكن يعني حد الآن لازلنا الانتظار. وما ننساو زاد نقطة أخرى أخيرة نختم بها أنه رو عنا أكثر من 1000 كيلومتر حدود بينه وبين الجزائر بالتالي رو هذا زاد عند العلاقات ربما لهنا كان فما التعاون الأمني هذا كان موجود أكيد موجود لأن أمن الجزائر من أمن تونس وأي تسريب يصير من تونس ولا من الجزائر خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب هذاك باش يكون عنده بطبيعة الحال تداعيات خطيرة على أمن البلدين. ولكن مع ذلك معناتها من حيث البرامج المشتركة الاستثمارات المشتركة يبدو لي ضعيفة وضعيفة جدا. كان دور الفيديو ديال اليوم خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات مش بخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا يفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.